السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة يا جماعة لمشكلة الصوت اللي موجودة في رسائل الواتساب، المشكلة دي بسيطة جدا وحلها بسيط جدا. يعني انا لما افتح الصوت والاقيه سريع، الاقي الصوت صوت الرسالة سريع او صوت اللي بيكلمني سريع. لو انا فتحت الرسالة هلاقي هنا بالمنظر ده X2 يعني الصوت بلس 2 يعني مضروب في 2. فكل الموضوع اللي انا بعمله كل هشغل عادي خالص الفيديو من هنا، هشغل عادي خالص الصوت من هنا، وبعد ما اشغل الصوت هوقفه واخلي X2 دي X1، يعني التنين اضرب عليها كده لغايه ما تبقى X1، فالمشكله هتتحل عادي خالص ببساطه وهيرجع الصوت لاصله ان شاء الله.